قبل حوالي 5 أسابيع من شهر رمضان، يبدو أن أسعار الخضر لهذا الأسبوع قد عرفت انخفاضاً، وفي مقدمتها مادة البطاطا، وهو ما أثلج صدر المواطن البسيط الذي استبشر خيراً بهذا الانخفاض. لا بس اليوم شوية لا بس كيما زرودية افتاد العفايس لا بس وحاجة تاع بطاطا هذيك البسالتان دا بس شوية خضرة شوية ماشي كيما العمل شوية قلت لك سمع تقدر تشري بطاطا تشري طوماطي شوية ليها طالعة برك الأسعار هاي مليحة كل حاجة مليحة وقتها طاحت شوية الحمد لله البطاطا راهي 55 مليحة المعقول. في نفس الوقت عرفت بعض الخضر ارتفاعا محسوسا على غرار البصل والطماطم والبازلاء وهو ما أثار استياء البعض من المواطنين. الأسعار هذه ما فهمناها شغل راهي شغل بورصة تاع وول ستريت اليوم تلقاها بسومة غدوة تلقاها بسومة واحدة أخرى والسلعة هي هي. حنا دوك السؤال المطروح الفلاح ويبكي والكوميسيون يبكي والمواطن ويخلص. كاين طوماطيش هي زايدة بصل زايد طوماطيش ب 10,000 12,000 البصل هذيك مدور 11,000 اسمع بزاف الأسعار هذه ماشي متناول كما يقولوا حنا يا الشعب. فاتنا 1000 جلبانة طوماطيش فريمون يوصل حتى ل 18,000 ثاني غالية كيف كيف سي باغي شلادة ثاني جاي غالية. في المقابل ما تزال أسعار الفواكه مرتفعة. الفاكهة باش واحد مواطن مسكين بسيط لازم لوردونس باش يشري التفاح ولا تشيناي 20,000 25,000 مكاش أسعار كيما مثلا كيما العام اللي فات الأسعار رخيصة الفواكه زايدة ثاني بارابور العام اللي فات. كان اليوم نشوف أنا الناس اللي تشري الفاكهة في أقليلة لأني شفت الفاكهة ديجا الناس في الخضرة وفي الآخر بايش لحقة تشوفي أنت تشينا اللي راهي 23,000 25,000 أون بليس البنا اللي راه هو 42,000 وقدامك. انخفاض أسعار بعض الخضر بالأسواق يراه كثيرون أمرا إيجابيا ومشجعا بالأسواق، يقابله تخوف من عدم استمرار هذا الانخفاض ونحن على مقربة شهر الفضيل.